والله شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. طبعا مثل ما عودناكم كل مره، يومية فيديو جديد، يومية فيديو يختلف عن الاخر. هالمره بنين الموسوي من يسالها المقدم شنو رايك بالزواج. انا اشوف ايش ردت بنين الموسوي. تابعوا الفيديو يا شو تنشوف بنين الموسوي لابسه بدله العرس. والله هو الزواج لو يفيد كان فاد اهل القبور. الزواج اللي فيه كان فاد اهل القبور. شنو هاي القضيه بنين؟ انت لوثيه تقش من واحد تضحكين علينا مثلا، فقيره مثلا هالشي سولفين، طلع عيب عليش. ايش قد ايش كبرش؟ رجعنا لكم وخلينا نشوف الفيديو الثاني، وهو الفيديو اللي اشترت من خلاله بنين الموسوي. بيوم ما محمد رمضان باس ايد بنين الموسوي على المسرح، من هاي اللحظة بنين الموسوي قام ما حد حاكيها بعد. خلينا نشوف الفيديو مال محمد رمضان ونرجع لكم. طبعا مثل ما شفت الفيديو شباب مال بنين الموسوي ومحمد رمضان، طبعا من هاي اللحظة بنين الموسوي اشتهرت. ابو عني يا ابو عني، من باس ايده محمد رمضان قام بعد ما حد يحاشيها. يعني يا ليش بنين الموسوي؟ بنات اتمنى اكون محمد رمضان يبوسيته.